رح نبلش بأول مشروع اللي هو تسهيل استخدام مواد إلكترونية بالدولة اللبنانية. هذا المشروع رح أحكي لكم عنه كوزير معلوماتية واتصالات بحكومة الدولة. هذا المشروع بلشت الفكرة إنه في مواقع إلكترونية بالدولة اللبنانية وإنما هذه المواقع مش كل العالم بيقدروا يستخدموها. طبعاً الأشخاص اللي عندهم إعاقات بصرية خاصةً عندهم برامج يستعملوها كرمال يفوتوا على الإنترنت. بس هذه البرامج ما بتشتغل إذا كان الموقع الإلكتروني ما إنه كومباتيبل معه. يعني إذا الموقع الإلكتروني ما بيشتغل مع هذه المواقع أكيد مع هذه البرامج فما رح يقدر المتصفح يفوت على هذه المواقع الإلكترونية. للأسف الدولة اللبنانية بكل المواقع الموجودين إذا مش يعني أكثريتهم إذا مش كلهم منهم أكسسبل أو منهم ما بيقدروا الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالنظر يتصفحوها. وأكيد بما أنه إحنا بنآمن بالتكنولوجيا بنآمن إنه بالمستقبل القريب هذه المواقع رح يصير في إلها بما انه بالمستقبل قريب هيدي المواقع رح يصير في لها يعني افكت كثير كبير بالمجتمع اللبناني. فكثير مهم انه يكون كل افراد المجتمع يقدروا يعملوا اكسس عليها. تفاصيل اكثر عن هذا المشروع هو على الويب سايت اللي محطوط على الورقه اللي توزعت لكم www.meta يعني معناتها make it accessible project.net. المشروع الثاني مشروع افتتاح مكتبات عامة لوزيرة البلدية لارا سعادة. رح تكون شوية تفاصيل أكثر عن المشروع. أول شيء موجود لك نحن بوزارة البلديات بحكومة الزبل الشبابية من قلنا أن البلديات ما لازم دورها يقتصر على تسفيد جورة أو على جبات الضرائب. ولما أعلنوا بيروت عاصمة عالمية للكتاب 2009 قررنا انه نخلي البلديات اكثر تفعل بهذا المجال وخصوصا بالمجال الثقافي. ما يقتصر هذا الدور على وزاره الثقافه بالدوله اللبنانيه. كرمال هيك اطلقنا حمله لتجميع الكتب. جمعنا فيها حوالي 15,000 كتاب. تبرعوا فيهم اشخاص عاديين او صحفيين بمكتبه جريده. وفي مكتبات عامه حتى تبرعت لغير مكتبات. شفنا شوي البلديات اللي اوريدي مجهزه هي عندها مراكز لا او مكتبه بلديه بس ما عندها كتب. وجربنا نركز اكثر شيء على المناطق البعيده اللي هي منا ببيروت لانه بيروت عم يهتم فيها اكثر من غيرها. كرمال هيك توجهنا على الشمال، توجهنا على الجنوب، توجهنا على البقاع ووزعنا حوالي 5000 كتاب لاكثر من 5 بلديه. هيدا المشروع رح يتكمل مع حكومة الزبل الرابعة. واليوم رح أعلن أنه رح نطلق من اليوم حملة جديدة لتجميع كتب جديدة. معالي سعادة النائب كنت عم تقول أنه بيروت مش عم يهتم فيها بس بتخيل أنه مبلع إذا بتشوف مكتبة السبيل كتير عم تهتم بالبيروت وعم يصلى الماء أكثر من غيرها. بس عصايده مكتبات. لا بس انا بقول انه بكل بيروت في يمكن مكتبتين. لا في اكثر. في حوالي 21 مكتبه عامه. ايه بلديه عم تهتم فيهم. في كذا بلديه عم تهتم فيهم او جمعيات خاصه. جمعيات خاصه انا عم بحكي عن بلديه لانه حضرتك عم تفضلي عامه على راسي. بس هدول معمولين من جمعيات خاصه. نحن عم نحكي عن البلديات صحيح واهتمام بلديات بالموضوع الثقافي لكل مدينه ولكل ضيعه. لذلك انا بقول انه شفتيني هزيت براسي لانه البلديه ببيروت ما عم تهتم كفايه بهذا الموضوع. مشان هيك انا بقول في ضروره انه يكون في مكتبات عامه في بيروت بكل حي. سوري بكل حي من بيروت لازم يكون في مكتبه عامه. مزبوط. وانا ليش انا عم بحكي هيك؟ لانه انا عم بهتم بهذا الموضوع مع جمعيه ولكن نحن عم نطالب البلديه انه تساندنا وتشاركنا حتى يكون في مش بس مكتبة عامة، يكون في مركز ثقافي. مظبوط. هلا وخاصة بمنطقة الجميزية اللي صارت منطقة مطاعم وملاهي وما بعرف شو، بحق لها منطقة الجميزية وخاصة درج مرنقولة بحق له اللي هو عم بيهتم بالفن وعم بيهتم بالثقافة، عنده نشاط فني ثقافي، إنه يكون
بهيدي المنطقة في مركز ثقافي وفي مكتبة عامة. هي المشكلة الأساسية بالبلديات إنه ما بتقدر تقبل قروض أو هي بيت غير مشروطة، هي بيت مشروطة لتعمل مكتبات بلدية. فإذا حضرتكم تهتموا شوي أكثر يمكن أنا بهتم بهذا الموضوع وبدي أشوف إذا القانون بيسمح لهم لازم يعملوها. إذا القانون ما بيسمح لهم بنعدل القانون. إنه إذا القانون ما بيسمح لهم إنه يقبلوا بيت مشروطة ساعتها بنعدل القانون. رح نتكل عليكم هيدا الشيء. الله يرضى عليك. مشروع ثالث، أكيد كلنا بالأيام كلنا مستهلكين للضاعة بالمحبوب. في رقم فور ديجيتس نمبر موجود اللي هو رقم لحماية المستهلك. إذا عنده إذا غشيته بأي محل بقدر تدفنه، يعني هذا الرقم ما بيعمل له دعاية مزبوطة. فزميلتنا جوال هي اهتمت بهذا الموضوع، خبرت لنا تفاصيل أكثر. صباح الخير. جوال يزبك، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الظل الشعبية الثالثة اللي بتنتهي ولايتها اليوم. خلال السنة الماضية مثل ما ذكر سامر اشتغلت على مشروع بيتعلق بمديرية حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، والمشروع هو عبارة عن حملة تلفزيونية بهدف لتوعية المستهلك اللبناني لوجود مركز بوزارة الاقتصاد بيهدف بمركز بتلقى شكاويهم في حال حسوا حالهم مخشوشين عن عملية الشراء. ومثل ما نذكر رقم المركز 1739، والمستهلك بيقدر يتصل منه من أي هاتف ثابت أو خلوي. بدي أحكي شوي أكثر عن الحملة التلفزيونية. هي عبارة عن 3 سبوتس أو دعايات، الوحدة منها ما بتتخطى 30 ثانية، شغلوا مع طلاب جامعة سيد الويزي اللي عم بيتخصصوا راديو والتي في، وكمان انشغلوا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة. بالثلاث دعاية طرقنا لأربع مشاكل نعتبرها أكثر شيء شائع وممكن يتعرض للمستهلك، ورح أعطيتهم هلا. أول مشكلة هي تلاعب أسعار المنتج، الثاني الانتباه لتاريخ صلاحية المنتج، الثالث التلاعب بأسعار المحروقات اللي كثير واجهنا فيها مشكلة السنة الماضية خلال 2008-2009. وبحب أقول هون إنه نحن صورنا هاي الدعاية على محطة بنزين وفجينا كيف العدد ممكن يكون عم يخرج، والمستهلك عم ينتبه إنه سيارته ما عم تاخذ ما عم بتفوت مثل ما بيقولوا، ما عم تاخذ كمية للعداد. ورابع مشكلة هي تجديد على مطالبة المستهلك بالفاتورة عند عملية الشراء، لأنه هي الفاتورة هي الشغلة الوحيدة اللي بيكون موجود عليها السعر وبيقدر يطالب بحقوقه من خلال مركز تلقي الشكوى. الدعاية بعد ما طلعوا على تي في رح يطلعوا على تي في ابتداء من سنة ابتداء بالسنة الجديدة. هلا ما بعرف الكل يمكن عم بيقول عن أهمية هذا المشروع، إذا هذا المشروع ما بعرف إذا عنده أهمية أو شو له لزوم. أنا بلاقي أهميته بشغلتين. أول شيء هو إنه نخلق وعي عند المواطن اللبناني ونسقفه ونقول له إنه في مرصد بوزارة الاقتصاد والتجارة هدفه حمايتك وخدمتك والمطالبة بحقوقك أكيد من ناحية الاستهلاك. والثاني هي إنه الشباب أخذوا دور بهال بالدعايات وكانوا عم بيطوعوا ما أخذوا أي بدل من خلاله. وهون بحب أشكر طلاب جامعة سيد الويزي، بلس إنه نحن ما كلفنا لا وزارة الاقتصاد ولا وزارة الإعلام أي بدل لما بدهم يعرضوا هيدا الشيء على تي في، لأنه نحن استفدنا من المادة 30 من قانون الإعلام رقم 382 اللي بيلزم شاشات التلفزيون إنه تبث برامج توجيه وطنيتهم أي موضوع.